النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. LG. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. سبوي. شيفت، حوالات مالية فورية. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا متابعي طقس العرب الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة. نقدم لكم في نشرة الأحوال الجوية الرئيسية حالة الطقس المتوقعة في المملكة خلال الأيام القادمة، خلال فترة تأثير المنخفض الجوي العميق، والذي نعود بتذكيركم إلى ارتفاع أو ترقية هذا المنخفض الجوي صوب الدرجة الرابعة على مؤشر طقس العرب الخاص بشدة المنخفضات الجوية، والممتد حتى الدرجة الخامسة الأشد والاستثنائية. رقي هذا المنخفض الجوي في درجة في وقت سابق هذا اليوم إلى درجة الرابعة، وهي درجة عالية الفعالية تعكس وجود عاصفة هوائية أو عاصفة تحمل في طياتها رياحا شديدة تفوق سرعتها حاجز 120 و130 كيلومترا في الساعة. وهذه التطورات نتجت بالفعل استلام خرائط جوية حديثة من النماذج العددية العالمية، والمطورة لدينا هنا في طقس العرب تفيد بانخفاض قيم الضغط الجوي السطحي إلى ما دون 990 ملي بارا في مركز المنخفض الجوي داخل الأراضي المصرية. وهذه قيمة تعتبر نوعا ما نادرة، ولم تؤثر على الأراضي المصرية أو على المنطقة بشكل عام خلال الفترة الماضية، تحديدا وصولا حتى أذار من العام 1998. وبالتالي رقي هذا المنخفض الجوي صوب الدرجة الرابعة، وهي درجة عالية تعكس وجود عاصفة على مؤشر طقس العرب الخاص بشدة المنخفضات الجوية. محاور هذه النشرة الجوية نبدأ معكم بالمحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة الجوية، توقعات بعبور جبهة هوائية باردة عالية الفعالية تابعة لهذا المنخفض الجوي العميق أو تابعة لهذه العاصفة. هذه الجبهة متوقع أن تنشأ بمشيئة الله في شرق الأراضي المصرية وشبه جزيرة سيناء المصرية مع ساعات مساء هذا اليوم، وتبدأ عبور البلاد مع ساعات الليل الأولى بدءا من المنطقة الجنوبية، تمتد في تأثيراتها حتى المنطقة الشمالية. طبعا هذه الجبهة الهوائية الباردة تستمر في تأثيراتها حتى ساعات صباح الغد، ثم تتراجع الفعالية الجوية مع ساعات ما قبل الظهر وحتى ساعات ما بعد الظهر، أي فترة ظهيرة للغد تتراجع الفعالية الجوية بمشيئة الله بشكل نسبي، تمهيدا لتقدم المنخفض الجوي العميق أو العاصفة من دلتا مصر أو من داخل الأراضي المصرية مباشرة صوب سواحل دولة فلسطين، وتأثير الكتلة الهوائية الباردة التابعة لهذا المنخفض الجوي عصر غد الجمعة وطوال يوم السبت بمشيئة الله، جالبة المزيد من الأمطار المنتظمة في وقت لاحق من نهار غد الجمعة وبيوم بعد غد السبت. وبالتالي توقعات بالمحور الثاني بأن تتجاوز كميات الأمطار المرافقة لهذا المنخفض الجوي أو هذه العاصفة حاجز 100 ملمتر في مناطق واسعة أو عديدة في المملكة، بما فيها مرتفعات الكرك والطفيلة في جنوب المملكة على غير العادة كما تجري العادة في المنخفضات الجوية. كذلك الحال هذا المنخفض الجوي مستمر حتى ساعات الليل المتأخرة ليلة السبت الأحد وحتى ساعات صباح الأحد، حيث يتراجع حينها بشكل كبير وواضح نظرا لارتفاع قيم الضغط الجوي السطحي في داخل هذا المركز وتحركه شرقا نحو شرق الأراضي السورية، وذلك الحديث هنا مع ساعات صباح يوم الأحد بمشيئة الله. نستعرض معكم الآن بشيء من التفصيل محاور هذه النشرة الجوية. نبدأ معكم باستعراض آخر صور الأقمار الصناعية والتي ترصد حركة السحب مباشرة من حولنا. لدينا هنا في طقس العرب خصيصا نلاحظ معكم وجود كميات كبيرة من السحب على ارتفاعات مختلفة تكون في شقها الشمالي، هي سحب متوسطة وعالية من النوع غير الممطر، في حين نلاحظ معكم تشكل سحب متوسطة ومنخفضة الارتفاع من النوع الممطر والركامي صوب المناطق الجنوبية، حيث تتعرض هذه المناطق مع ساعة إعداد هذه النشرة مع ساعات ظهيرة هذا اليوم الخميس، تتعرض هذه المناطق إلى وجود عاصفة رملية مترافقة بهطول متفرق ورعدي للأمطار. كذلك حال هبت مع ساعات ظهيرة هذا اليوم رياح قوية على مرتفعات الشرا ومحافظة معان بشكل خاص، بلغت في هباتها حاجز 100 كيلومتر في الساعة مع ساعات ظهيرة هذا اليوم، في حين نلاحظ معكم عند النظر غربا صوب مركز هذه العاصفة التطورات المتسارعة التي تحدث حاليا داخل الأراضي المصرية، حيث ينخفض الضغط الجوي بشكل كبير ومتسارع داخل الأراضي المصرية على غير العادة، حيث متوقع
أن يتخذ هذا المنخفض الجوي أو هذه العاصفة الجوية من شمال الأراضي المصرية مع ساعات الليلة القادمة مركزا لها. نلاحظ معكم هذه السحب الرعدية الكثيفة والممطرة بغزارة وتتؤثر على نواحي عديدة في جمهورية مصر امتدادا من القاهرة الكبرى وصولا حتى المناطق الشمالية أو الغربية فيها، كذلك الحال المناطق الداخلية. جميع هذه السحب هي في طريقها نحو الحركة شمالا، ويتكون سحب غيرها في الجنوب وتتحرك أيضا بدورها شمالا نحو سواحل البحر المتوسط في شمال جمهورية مصر، وتتجه جميعها بمشيئة الله تعالى نحو المملكة ودولة فلسطين، كذلك الحال لبنان وسوريا مع ساعات عصر ومساء الغد بمشيئة الله تعالى، جالبة المزيد من الأمطار الغزيرة صوب المنطقة. من خلال هذه الصورة التوضيحية نوضح معكم أمر هام، محور هام متعلق بهذا المنخفض الجوي، وأنه نتيجة لتسارع انخفاض الضغط الجوي بشكل نادر وغير اعتياد داخل الأراضي المصرية اللي يصل إلى حدود ما دون 990 ملي بارا بحسب آخر التحديثات والتي رقي على إثرها هذا المنخفض الجوي العميق صوب الدرجة الرابعة درجة العاصفة. نلاحظ معكم هذا التناقص الكبير في قيم الضغط الجوي سيساهم بنشوء موجات غبارية رملية، أيضا عواصف رعدية قوية داخل الصحراء المصرية، لكن نلاحظ معكم أيضا في المقابل وجود لبحر مضطرب وشديد الاضطراب سواء في نواحي البحر الأحمر شرقا أو نواحي سواحل البحر الأبيض المتوسط في الشمال، وبالتالي توقعات بعرقلة حركة الملاحة البحرية في العديد من الموانئ المصرية على البحر المتوسط، كذلك الحال البحر الأحمر صوب قناة السويس، أيضا بما في ذلك خليج العقبة. خليج العقبة تابع للبحر الأحمر، توقعات باضطراب كبير وشديد لمياه الخليج العقبة مع ساعات الليلة القادمة ليلة الخميس على الجمعة المتأخرة وصوب نهار يوم الجمعة بمشيئة الله، يتوقع أن يكون الاضطراب شديدا داخل مياه خليج العقبة وبشكل غير اعتيادي، حيث قد يرتفع ترتفع أمواج البحر في خليج العقبة إلى ما يفوق المترين، ولعلى إثر هذا السبب رقي هذا المنخفض الجوي صوب الدرجة الرابعة نتيجة لانخفاض قيم الضغط الجوي السطحي، وبالتالي انعكس ذلك على توقعات ارتفاع الأمواج داخل مياه خليج العقبة بشكل غير اعتيادي مع ساعات نهار غدا الجمعة بمشيئة الله. نستعرض معكم الآن خرائط هبات الرياح المنتجة لدينا هنا في قصر العرب. نلاحظ معكم اشتداد تدريجي وواضح للرياح بدءا من ساعات ظهيرة هذا اليوم في المنطقة الجنوبية. نلاحظ معكم هذا اللون في المنطقة الجنوبية هو أكبر لون على الخريطة داخل الأردن، حيث وصلت سرعة هبات الرياح حتى ساعات ظهيرة هذا اليوم الخميس ساعة إعداد هذه النشرة حاجز 100 كيلومتر في الساعة، لكن لاحظوا معي خلال التقدم بساعة النهار هذا اللون يستمر بالتزايد في تلك المناطق والانتشار شمالا. لاحظوا معي يصل مع ساعات مساء هذا اليوم العاصمة عمان، حيث تبدأ العاصمة عمان مع ساعات مساء هذا اليوم والعديد من المناطق والمدن الأردنية باستقبال هبات رياح تزيد عن حاجز 100 كيلومتر بالساعة، وذلك يعود لتناقص قيم الضغط الجوي بشكل كبير داخل الأراضي المصرية، حيث نلاحظ معكم هنا هذا اللون الفاتح يدل على أن مركز العاصفة هي في مناطق دلتا النيل المصرية، حيث يتدنى الضغط الجوي في هذه الساعة مع ساعات مساء هذا اليوم إلى ما دون حاجة 990 ملي بار، وبالتالي ذلك ينعكس على توقعات الرياح في المملكة حيث ترتفع أكثر من 100 كيلومتر في الساعة مع ساعات مساء هذا اليوم. مع ساعات منتصف وبعيد انتصاف الليلة القادمة يتوقع زيادة أخرى إضافية في هذه الهبات، بحيث قد تتجاوز بمشيئة الله تعالى حاجز 120 كيلومترا في العديد من مناطق المملكة مع ساعات بعيد انتصاف الليلة القادمة، وهذه سرعة الرياح الكبيرة تعتبر نوعا ما خطيرة على الممتلكات الخاصة غير المثبتة والقابلة للتطاير بالخارج، وبالتالي نحثكم خلال الليلة القادمة على تثبيت ممتلكاتكم ومقتنياتكم الخاصة بشكل ثابت وبشكل جدي نظرا لتوقعات بارتفاع هبات سرعة الرياح إلى ما يتجاوز 120 كيلومترا في الساعة على طول الواجهة الغربية في المملكة الممتدة من مرتفعات جرش وعجلون والأجزاء الجنوبية في محافظة إربد شمالا حتى المناطق الشفاغورية فيها، مرورا بالبلقاء والعاصمة عمان بالذات الأجزاء الغربية منها محافظة مادبة الكرك الطفيلة، جميع هذه المناطق معرضة لاستقبال هبات رياح تزيد عن حاجز 120 كيلومترا بالساعة. لكن مع ساعات صباح الغد نلاحظ معكم التراجع الواضح في سرعة الرياح نظرا لتحرك هذه الجبهة الهوائية الباردة نحو الشرق، في حين بالمقابل نلاحظ معكم
ارتفاع الضغط الجوي في مناطق دلتا النيل، وبدأ توجه هذه العاصفة صوب مناطق البحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل الفلسطينية، حيث تتراجع أيضا سرعة الرياح في هذه المناطق نظرا لاقتراب مركز هذه العاصفة من تلك المناطق، تمهيدا لعودة اشتداد الرياح من جديد داخل الأراضي المصرية، كذلك حال جنوب دولة فلسطين على إثر تحرك هذا المركز صوب شمال السواحل الشمالية من دولة فلسطين، صوب سواحل حيفا والسواحل الجنوبية لدولة لبنان، وبالتالي توقعات بنشاط الرياح حول هذا المركز لتعود الرياح من جديد وتنشط في المملكة تحديدا وسط وجنوب وشرق المملكة مع ساعات عصر ومساء يوم غدا الجمعة بمشيئة الله، لكنها لن ترتقي إلى الدرجة الكبيرة التي وصلت فيها أو ستصل فيها مع ساعات منتصف ليل الخميس على الجمعة كما هو متوقع. لاحظوا معي هذه الألوان الأقل من مقارنة بالألوان التي سادت قبل، متوقع أن تسود خلال ساعات الليلة القادمة، وبالتالي متوقع أن تنشط الرياح لكنها بقدر لا يصل إلى التوقعات الخاصة بالليلة القادمة، حيث قد تتجاوز حاجز 120 كيلومترا في الساعة. ننتقل معكم الآن لتوقعات محاكاة نظام الأمطار الخاص بنا هنا في طقس العرب. نلاحظ معكم مع ساعات ظهيرة هذا اليوم بدأ هطول زخات محلية رعدية متفرقة من الأمطار في أجزاء عدة من المنطقة الجنوبية، كذلك الحال الصحراء الشرقية في شرق المملكة، لكن نلاحظ معكم خلال الساعات القليلة القادمة توجه هذه الزخات الرعدية صوب أجزاء عدة في وسط المملكة وشمالها بما فيها العاصمة عمان، وذلك مع ساعات عصر ومساء هذا اليوم. لكن نلاحظ معكم على النقيض تماما، نلاحظ معكم بدء نشوء هذه الجبهة الهوائية الباردة الفعالة شرق الأراضي المصرية، كذلك الحال فوق جزيرة سيناء مع ساعات مساء هذا اليوم. نلاحظ معكم في ذات الحين تواجد أو استمرار هطول هذه الزخات الرعدية المتفرقة في أنحاء عدة من المملكة والتي قد يكون بعضها غزير، لكن لاحظوا معي هذه الألوان الداكنة في هذه المناطق والتي تدل على عبور هذه الجبهة الهوائية الباردة مع ساعات مساء هذا اليوم، وتوجه هذه الأمطار الغزيرة بمشيئة الله تعالى صوب مناطق عدة في جنوب وسط المملكة، مناطق الأغوار، مناطق وادي عربة، منطقة إقليم العقبة، وبالتالي تحذيرات جدية من تشكل وجريان السيول والأودية في هذه المناطق. مع ساعات بعيدة ساعات انتصاف الليل نلاحظ معكم أن العاصمة عمان شمال المملكة هي في ذروة هذه الجبهة الهوائية الباردة عالية الفعالية، لكن نلاحظ معكم أن أقصى المنطقة الجنوبية محافظة معان والعقبة تبدأ بها الفعالية الجوية بالتراجع لكن لفترة مؤقتة، وذلك مع ساعات فجر يوم غدا الجمعة، حيث تبلغ هذه الجبهة الهوائية الباردة خلال حركتها شمالا ذروتها في المنطقة الوسطى والشمالية والشرقية. مع ساعات صباح الغد تتحرك هذه الجبهة الهوائية الباردة الفعالة صوب المناطق الشرقية والشمالية من المملكة تمهيدا لعبورها نحو سوريا ولبنان، في حين نلاحظ معكم استقرارا مؤقتا على الفعالية الجوية الماطرة، في حين نلاحظ معكم توقعات بازدياد الغبار القادم من الصحراء المصرية كما تحدثنا قبل قليل، حيث تنشط الرياح في شمال شبه جزيرة سيناء والنقب الفلسطيني مع ساعات صباح الغد، حيث تتوجه هذه أو ارتفاع في كميات الغبار صوب المملكة لكن لفترة محدودة قبيل عودة انتظام الفعالية الجوية الماطرة بمشيئة الله تعالى، نظرا لتحرك مركز المنخفض الجوي مع ساعات ظهيرة الغد ليتمركز قبالة السواحل الشمالية لدولة فلسطين وجنوب لبنان، وبدأ دخول هذه الأمطار الغزيرة من دولة فلسطين نحو المملكة كما هو مبين مع ساعات مساء وليلة الغد، حيث متوقع أن تهطل الأمطار بانتظام وبغزارة مرتفعة في أجزاء عدة من شمال وسط المملكة، كذلك الحال أيضا مرتفعات الكرك والطفيلة على غير العادة ما يحصل في المنخفضات الجوية المتوسطية، حيث تكون ذروة الفعالية الجوية شمالا وباتجاه العاصمة عمان والبلقاء، في حين نلاحظ معكم أنه مع ساعات صباح وبعد انتصاف الليلة الجمعة على السبت وساعات صباح السبت أيضا مرتفعات الكرك والطفيلة توقعات بأن تهطل بها كميات أمطار وفيرة، وبالتالي توقعات بتجاوز الأمطار خلال عمر هذا المنخفض طوال يوم السبت. لاحظوا معي هذه الألوان الداكنة في مناطق واسعة في المملكة، حيث متوقع بمشيئة الله أن تتجاوز كميات الأمطار حاجز 100 مليمتر فوق العديد من مناطق المملكة الزراعية بما فيها بمشيئة الله مرتفعات الكرك والطفيلة على غير العادة في المنخفضات الجوية المتوسطية. نلاحظ معكم مع ساعات مساء يوم السبت تراجع الفعالية الجوية
في العديد من مناطق المملكة قبل تراجعها بشكل لافت مع ساعات انتصاف ليل السبت على الأحد نتيجة ارتفاع الضغط الجوي في هذه العاصفة وتحركها من شمال دولة فلسطين صوب داخل الأراضي السورية مبتعدة عن المملكة وضعفها بشكل واضح حينها مع ساعات مساء السبت، وبالتالي تراجع الفعالية الجوية بشكل عام وتشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية. نختتم معكم هذه النشرة الجوية بتوقعات الثلاث أيام في العاصمة عمان. لاحظوا معي أجواء باردة، عاصفة، هبوب لرياح قوية خلال الفترة القادمة في العاصمة عمان، تحديدا ليلة الخميس على الجمعة حيث قد تفوق الهبات حاجز 120 كيلومترا في الساعة. تكون هذه الرياح جنوبية شرقية غير اعتيادية أن تهب على المملكة. خلال اليومين القادمين تتحول الرياح إلى جنوبية غربية أو غربية مع أجواء باردة، عاصفة، ماطرة على فترات من مشيئة الله. تكون الأمطار أكثر انتظاما صوب الجزء الثاني من المنخفض الجوي مع ساعات مساء وليل الجمعة على السبت وطوال يوم السبت بما شاء الله تعالى. يوم الأحد استقرار على الحالة الجوية، ارتفاع في درجات حارة وانتهاء هذا المنخفض الجوي العميق الذي سبق وقد رقي هذا اليوم إلى الدرجة الرابعة وهي درجة العاصفة، وتوقعات بسيادة أجواء عاصفة خلال اليومين القادمين وماطرة بغزارة وهبوب لرياح قوية تفوق حاجز 120 كيلومترا في الساعة. أمطار خير نتأملها نحو جميع الأردن الحبيب، ونأمل لكم السلامة خلال هذه الأحوال الجوية المضطربة أو شديدة الاضطراب. كان معكم دكتور أيمن صباح من طقس العرب، إلى اللقاء.